إذا نبغى نحضر سموذي فيه تمر، ممكن نسوي شيء أنا شخصياً أحب أستعمل يا حليب اللوز أو حليب الكاجو. كمان ممكن نستعمل حليب اللوز أو حليب الكاجو، نحط موز، نحط ممكن 3 تمرات، ممكن نحط شوية فانيلا أكستراكت، وممكن تحطوا البروتين باودر اللي بتستعملوه. بس أهم شيء لما تختاروا البروتين باودر تستعملوا البروتين باودر مظبوط، لأنه في أنواع مرة كتير، وفي منها يكون فيها مكونات مرة كتيرة وسكريات مرة كتيرة ما نحتاجها. فأهم شيء تكونوا متأكدين من النوع اللي هتستعملوه.